النهاية. الله الله الله، هذا حمد وسالم سليم الاكتمي، ولكن الضبية 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 تخترق حاجز الصوت، تأتي في هذه اللحظات هنا الضبية مشاهدينا الأعزاء. مطر بن حمد العبد الله ابن فلاج الاكتمي وصل بن دغيش، وصل بن دغيش الضبية، وبرة 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 على الصدارة، وبرة على المركز الأول على الأداء الكبير، وأبرة تنتقل إلى مقدمة هذا الشوط مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، تسير إلى الصدارة الأولى، تنطلق إلى المركز الأول، إلى الصدارة الأولى. حمد بن سالم بن سليم الاكتبي على المركز الأول والانتقال الأول مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. هذه هي وأبرة مشاهدينا الأعزاء تهديها للمدام هذا الفوز والانتصار، حيوها حيوها. وأبرة 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 حمد بن سالم بن سليم الاكتبي بالمركز الاول، المركز الثاني شاهينية السعيد بن راهي بن دغيش ابن سالم المركز الثالث، وصلت الواعية نايع بن خلفاء بن سالم الشاوي الغفلي. تحرك لنايم لنايم على الصدارة على المركز الأول، عيسى بن خلفان بالشاوي القبلي يأتي بانطلاقة هذا الاسم مع المقدمة ومع المركز الأول في هذا الانطلاق الرائع والجميل والتحدي المثير. هذه هي قنايم، هذه هي قنايم تأتي بالمركز الأول. الله، والسيارة العاشرة في رصيدة أو السيارة الحادية عشر في رصيدة، هذه هي قنايم تنطلق مشاهدين الأعزاء. ومن العوايد لا يخليها، من العوايد ما يخليها، راحت العوايد راحت العوايد، حيوها. سلام بليل معلة، سلام قنايم، سلام ميدان اللبسة على هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لمالك قنايم عيسى بن خلفان بالشاوي القبلي، تصل إلى خط النهاية بتحية الكل. والمركز الثاني نشوة لسيد أحمد بن هاشم. ولكن هنا الرفيسة 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 بدأ هملون، بدأ صاحب السرعة يقرب هنا إلى مقدمة الشوط. الله الله الله، الأربعمائة متر الأخيرة، من يأتي مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام بهذا الشوط؟ إلى أين الفوز؟ إلى أين الانتصار؟ الأسد 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 الأسد، هملون هملون هملون، الأسد 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 على الصدارة على المركز الأول. خليفة بن خميس الغويس السويدي السويدي ما زال أيضا على مقدمة الشوط، محاولات ايضا هملول الرفيسة، ولكن الاسد خط النهاية. الاعلام ترحب اجمل ترحيب بهذه الاسماء، هذا هو الاسد 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 على المركز الاول، الاسد على الانتقال الاول. تهانينا لمالك الاسد مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، خليفة بن خميس الغويس السويدي، حيو 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 حيو، يستاهل التحية، صفقة من المنصة الرئيسية، يستاهل. المركز الثاني هملول خلفان بن علي بن خلفان رفيسة، المركز الثالث هنا مع التحدي المثير والجميل على الصدارة هنا مع جولة الأوامر النهائية. الحذر الحذر الشبابي، الحذر والشبابي في موقع واحد، ولكن 400 متر 400 متر يا بشاوي 400 متر يا هناك يا شامسي. الله، الحذر عاد الحذر عاد، ولكن الشبابي صامد الشبابي صامد. بنقول حي الشبابي ولا الحذر هنا؟ الحذر 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 على الصدارة صامد، ولكن الشبابي. الله الله، الشبابي والحذر، الحذر والشبابي في موقع واحد. السيارة أين تذهب؟ السيارة أين تذهب؟ الشبابي الشبابي، وحيوا الشبابي، حيوا حيوا الشبابي حيوا، ولكن الحذر هنا مع جولة تهانينا والناموس هناك أيضا على فوز الشبابي. حمودة بن محمد بن علي بن حمودة الاكتمي تهانينا. في هذه اللحظات غانم بن علي بن حمودة الظاهري من يأتي أيضا بانطلاقة
انطلاقه هذا الاسم وتحديات هذا الاسم في هذا الانطلاق الرائع والجميل. خلاص الامتار الاخيره، الامتار الاخيره، والشايبه بدون اي توامر، الشايبه بدون اي توامر. قارب بن علي بن حموده الظاهري من يا تيمر مع هذا الانطلاق، مع هذا التحدي. المركز الثاني بالصغان محمد بن حمد بن مسح الحبابي، وصل بنداي، وصلت العين، عادت العين، العين، العين على المركز الثالث. سعيد بن سالم بن داير الفلاحي، ولكن الشايبه، الشايبه على المقدمه، الشايبه على المركز الاول. لا سيد محمد قارب بن علي بن حموده الظاهري ياتي بانطلاقه الشايبه. مشكور حميد بن خميس المشايخي المتابع للشايبه التي حازت على ناموس هذا الشوط واختطفت السياره. حيوها حيوها، تستاهل نعم التحيه. المركز الثاني العين لا سيد سعيد بن سالم بن دري الفلاحي، والمركز الثالث واصلكم بن شريم، واصل في هذه اللحظات مع الشايبة سعد بن طالب بن محمد بن شريم المري. تجاوز الجميع، تجاوز الجميع، وانطلق بصدارة هذا الشوط، انطلق مع المركز الأول هنا في هذه الانطلاقات الجميلة. ولكن العطية وبن شريم والواصلة هناك، ولكن العودة إلى المركز الأول، إلى شواهين، إلى شواهين. وين السلامات، وين السلامات إلى ميدان الشحانية وإلى دولة قطر الشقيقة مع هذا الصباح المميز. تهانينا لمالك شواهين محمد بن خالد بن عبد الله العطية، من فاز بناموسي هذا الشوط وحقق هذا الانتصار الجميل. بينما المركز الثاني من وصل فيه هناك مع نوف اللحظات. عبيد بن سالم بن سيف الراشي، ارصد لي، اعطني الثاني كامل نمبر 2 دايركتر الهواري. الله الله الله، شوفوا الزعفران، زعفران لمحمد بن علي بن غصنة مع الراشدي، بن غصنة والراشدي. الله الله، يغير، يبدل، ينطلقوا يبقى السيارة. هذا هو ما امامكم، زعفران لمحمد بن علي بن غصنة العامري، خطف الاضواء وخطف السيارة وروح بالسلامات الى زاخر بمدينة العين. تهانينا لابن غصنة، ما هو بغريب، ما هو بغريب. سلام من السوان لزاخر مباشرة مشاهدينا مع اشعار بن غصنة مشاهدينا في اللحظات الاخيرة. تهانينا، سلام لابن غصنة، سلام. المركز الثاني ما قصر، لعبيد بن سالم بن سيف الراشدي شاهين. والمركز الثالث قطرسات على المراكز الاولى. يا سلام للشحانيه، للشحانيه، امسكت امسكت امسكت. يا سلام الحارثي وقطرسات، اتابع اللي وصل، اتابع اللي انطلق هنا في هذه اللحظات. الاسد الاسد الاسد، قطرسات قطرسات، امسكت امسكت امسكت. السياره وين؟ الناموس وين؟ الفوز وين؟ الناموس وين؟ امسكت الاسد في هذه اللحظات. هنا الاسد، الاسد العويسي، العويسي، سلام السلطنه، سلام السلطنه، سلام السلطنه، سلام العويسي، سلام يا الاسد. زهر الاسد، زهير الكبار في شوط الكبار، سلام بديه، سلام بديه، سلام يا على بديه. هذا الفوز وفوز الاسد وانتصار بهذا الشوط، تستاهل الناموس العويسي علي بن صغير بن حمد العويسي على هذا الفوز الكبير والمميز. المركز الثاني بن محمد بن
سهيل العامل مقدم لنا من زاجي، ولكن ارصد من الجنب اليمين، ارصد صاحبة الانجازات، صاحبة الانجازات كيف الله، يا سلام يا سلام، سلم يا سلام، ولكن انا وين وين، انا اللي قادم اللي قادم اللي قادم اللي قادم، مشانية عبد الله بن طالب بن محمد بن سالم المري، واللي قادمه هناك شواهين، سعيد بن قدير بن عبيد اشتبي مقدم لنا شواهين، تحتل المركز الرابع يا او الخامس، يا سلام، ولكن لنا عودة مع مزاج 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 مزاج، غيرت مزاج غيرت مزاج، انطلقت مزاج، يا سلام يا حمد بن محمد بن سهيل العامري مع مزاج مع مزاج مع ما، يا سلام عليك يا بن عويضان، لك عوايد يا بن عو... مشكور يا محمود يا لينيبي الله، ولكن الامتار الاخيره الامتار الاخيره، مزاج 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 مزاج، ولا شانيه مزاج تانينا لحمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري على فوز مزاج في المر. ولكن ولكن هذا هو نادر، نادر اللي ماخذ المركز الأول وقائد هذه المسيرة، والهزاز يحاول يغير النتيجة ويضيف النقطة الثانية والسيارة الثانية في صباح هذا اليوم، ولكن نادر للسيد سلطان بن سالم بن سليم العامري، واللي ماخذ المركز الأول وهو اللي قائد هذه المسيرة ومتحمل قيادة هذا الشوط، الهزاز قام يهتز من عويضان من عويضان المرة الثانية في صباح هذا اليوم، الناموس يا بن عويضان، السلامات تتجه إلى منطقة دبي نادي الشبانام، ما شاء الله، سلام سلام يا بن عويضان، سلام سلام يا نادي الشبان، سلام سلام، ولنا أجمل سلام، مشكور يا أحمد يا لينيبي على هذا العرض الجميل اللي قدمه الهزاز، هذه ساعة الوصول. أما المركز الثاني اللي هو نادر للسيد سلطان بن سالم بن سليم العام، أنت مميز مع القيادة مع الإبداع مع السيطرة الأولى، الله الله، برشيد مع المركز الثاني، أما المركز الثالث قدوم في هذه الحالات سلامة مع شعار الشامسي ناصر بن مبارك بن عيا الشامسي، ويقترص المقدمة، السلام يا السلام يا السلام يا السلام، اللحظات الأخيرة الأمتار المجنونة، الشامسي الشامسي مع سرابة ناصر بن مبارك بن عيا الشامسي في اللحظات الأخيرة يخترص المقدمة، بسم الله ما شاء الله، يستاهل الإبداع يستاهل الإبداع مع هذا الشعار المميز في اللحظات الأخيرة، يتسرب إلى المركز الأول ويسيطر على الزمام، الأمان، يا سلام، ناصر بن مبارك بن عيا الشامسي، تهانينا تهانينا، والناموس والانتصار، مشكور يا قاسم مشايخي على هذا الأداء الجميل والتنظيم المميز، سلام العين العين، والسلام يتجه إلى مالك سرابة ناصر بن مبارك بن عيا الشامسي على هذا. المطوع على المركز الأول وصدارة هذا الشوط من خلال عسيلة على المركز الأول، يا سلام يا سلام يا سلام، سرابة تتسرب، وصلت هناك أيضا، وصلت رمز، وصلت رمز عبد الله بن علي بن محمد الشالولي، يتقدم يتقدم الشالولي، ولكن نعود مع البداية، عسيلة عسيلة على المركز الأول، عسيلة على الصدارة، أحمد بن سعيد بن مطوع الكتبي يقدم لنا عسيلة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط، سلام يا الهيار سلام، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، عسيلة بالمركز الأول، حمد بن سعيد بن مطوع الكتبي، تهانينا والناموس على هذا التفوق الرائع، المركز الثاني سرابة مانع أبو خليفة برشيد، والمركز الثالث عندك يا الشالولي، يا سلام رمز عبد الله بن علي بن محمد الشالولي، سلام سلام وتحية واحترام لسالم بن عبيد بظفيره العامري.
الفني على فوز الغزال بالمركز الأول وبالسيارة السيارة وبعد المسافة بينه وبين بقية المراكز. باي باي يا أبو ظفيرة، باي باي يا أبو ظفيرة، السيارة في الانتظار والسواق في الانتظار. سلام وتحية واحترام لسالم بن عبيد أبو ظفيرة العامري على فوز الغزال ورصيده، رصيده يضيف السيارة الرابعة إلى سجله الحافل وإلى رصيده الحافل. والسلام، سلام يا الهجر، سلام سلام وتحية واحترام. وبقول صباحك فل، صباحك عنبر، صباحك عطار، وسلام يا راعي دبان. سلام سلام والتحية واحترام لسالم بن عبيد أبو ظفيرة العامري على فوز الغزال بالمركز الأول. وسعد الله صباحكم يا أهل الهجر كافة وبلغت أينما يسكن. سالم بن عبيد أبو ظفيرة العامري على فوز الغزال بالمركز الأول، ثانينا والناموس المركز الثاني. من مسلماً النموذج يا لفهيدي، لا تأخر لا تأخر يا لفهيدي، الجماعة واصلين، الجماعة قادمين، الجماعة واصلين، الجماعة قادمين. اللحظات الأخيرة، منطقة الإعلام، منطقة الإعلام. الناموس لمن؟ الموتر لمن؟ السيارة لمن؟ في هذا المهرجان الغالي، مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان الهيار. إذن الناموس اقترب من الفهيدي، ولكن دير بالك دير بالك، حرار قادم حرار قادم من جبر المهيري المهيري، ولكن الفهيدي الفهيدي سلام سلام يا مالك سيد سلام. هذا هو سيد والله، سيد السيارات، سيد المهرجانات. سلام يا الفهيدي سلام. تهانينا مشاهدينا الاعزاء لصالح بن حنظل الفهيدي على فوز سيد بالمركز الاول. الناموس واسعد الله صباحك بكل خير وبكل محبه وسلام. المركز الثاني اللي وصل مشاهد إلى المسار الأول وإلى الانطلاق وإلى التحدي وإلى الرقص الجميل. يا سلام أو طرشوم، بل طرشوم العمري يتقدم من الجانب الآخر. يا سلام على ظهر على ظهر الذيبة لطرشوم بن صالح بن طرشوم العامري، بينما الذي وصلت على المركز الثالث في هذه اللحظات تصلنا الجميلة. جمل الله طريق السعيد بن مطرب بن محمد الربيتي، ولكن أعود مع بن طرشوم، أعود مع طرشوم بن صالح بن طرشوم العامري يتقدم مع الذيبة. السيارة في الانتظار يا أبو صالح، السيارة في الانتظار يا طرشوم، طرشوم بن صالح بن طرشوم العامري. سلام سلام عيناوي، سلام سلام وتحية واحترام لطرشوم بن صالح بن طرشوم العامري على هذا الفوز الثمين اللي قدمته. جميلة تهانينا ومشكور يا أبو تبانة على هذا الإنجاز الكبير. بينما المركز الثاني لسعيد بن شويد بن زايد بن قشمان المنصور، المركز الثالث، المركز الثالث من وصلتنا على المركز. سيطرة على زمام الشوط سالم بن محمد بضبيعة الكتبي يقدم لنا راهية مع الصدارة مع الانطلاقة الأولى. الله الله، السيارة تذهب إلى نزوة إلى نزوة بالتحديد من خلال راهية على البداية، راهية على الصدارة. سالم بن محمد بضبيعة الكتبي يقدم لنا راهية، انطلقت راهية، انطلقت راهية بسويتش السيارة، بسويتش الانتصار، بسويتش الفوز مع البداية مع الانطلاقة الأولى. يا سلام يا سلام يا سلام، راهية 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 مع المركز الأول. الأمتار الخطيرة راهية راهية راهية، تهانينا والناموس سالم بن محمد بالطبيعة الاكتبي. وسلام يا نزوة، سلام سلام يا نزوة على هذا الفوز والانتصار. مشكور يا عوض المالكي على هذه المتابعة المتميزة لراهية. المركز الثاني نوف صالح بن حمد القمرة المري، والمركز الثالث